ست سندس. احنا سألناك 5 أسئلة، كانت إجاباتك كالآتي. السؤال الأول، اذكر شيء يمكن أن تأكله وأنت تشاهد فيلم في المنزل. قالت شاورما مريم، واخذت عليها 8 نقاط. انت قلتي غداء يعني الغداء، خلينا نشوف 10 نقاط، يعني ممكن واحد يتغدى. طبعا هاتي ملاط ضعيفه، لان اكو اشياء سريعه، ممكن كرزات، ممكن شيء بسيط شيبس، بس مو اكل ويتفرج لانه مركز على التلفزيون واكل الشكل. السؤال الثاني كان، ماذا يكتب العشاق على الاشجار؟ مريم قالت اسمائهم 30 نقطه، انت قلتي الطبيعه، يعني شو كنت تقول الطبيعه؟ طبعا صفر، غلط. السؤال الثالث كان، اذكر كلمه ترددها كل يوم. يا الله قالت مريم، جميل 25 نقطة. انت قلتي الاولاد، والاولاد جابت لك 11 نقطة. السؤال الرابع، كيف تعرف الطبيب في المستشفى؟ زي الطبيب قالت، انت قلت الصدرية، قلت لك عيدي، فقلتي السماعات، السماعة، نعم السماعة، والسماعة جابت لك 30 نقطة. السؤال الخامس، ماذا تفعل ربة المنزل قبل حلول العيد؟ مريم قالت تنظيف المنزل، وتنظيف المنزل صح 23 نقطة، لكن انت ما جاوبتي. الوقت انتهى، 0 147 نقطة. تفضل على الكاميرا، ومع الأسف أبطس. تفضلوا 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 هنا. احنا نقول لعائلة النهيري مبروك تأهلهم إلى حلقة قادمة مع عائلة أخرى، إن شاء الله يفوزون. أما أنتم أعزائي المشاهدين، أقولكم تصبحون على خير، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. أنا كنت معكم دائما وأبدا جواد الشكرفي، إلى اللقاء، وتصبحون على خير. بما الله بما الله.